الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العربية السعودية. تتفرق بعض الغيوم خلال هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة أسرع. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، سكاكا 35 إلى 24 مع طقس صافي، نفس الشيء في عرعر، تبوك أيضا طقس صافي مع 36 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية مدينة جدة 38 إلى 26، مدينة منورة 41 إلى 29، مكة المكرمة 39 إلى 29، والطائف 32 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 29 إلى 22، أبها 32 إلى 21، أما جازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام 41 إلى 29، حفر الباطن 38 إلى 26، والإحساء 43 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 41 إلى 28، بريدة 37 إلى 23، وانخفاض الحرارة في حائل مع 33 إلى 24. إلى اللقاء.